جرانيت الكاليتي ديال الجرانيت اللي حار ماشي شي حاجه اللي غتلصق وماشي مصبوغ بالجرانيت هذا اصلا جرانيت الا كربتي هكا من الجناب جرانيت مخدومه كامله بالجرانيت تبارك الله. هذا البانيني كويسور يعني ملتي فونكسيون راه شي حاجه اللي ما غاديش تندموا عليها عرفتي راها اله عجيبه والله العظيم يعني تنحلف لكم انا ما كرهتهاش عرفتي فنه شوفوا ثقيله غتهناو من الفران من الكوكوط من الشوايه يا سلام كطيبوا فيها كل شيء اخر ما كاين الله يعطيك الخير. المهم الله قلمت بيدي في التمن دابا حتى الله جات السلعه صافي الله. المهم حنا بلاتي اسمح لي باش ما نطيحوش في مشكل فين ما كنتي في كازا يعني حتى من غير كازا غير كازا واخا تكون حتى في العيون كاين صحراء فواياج كاين هذه ماشي شي ارتيكل اللي ياك ها انتم المحل راه معروف وباين كاينه لا غارونتي شحال قلتي لي فيها 3 سنين 3 سنين ديال لا غارونتي. السلام عليكم وعليكم السلام الله يبارك فيك مليح ولا مزال لا لا المليح اول ما جيت بانت ليا هاد الاله العجيبه شي حاجه ناضيه والله الا واعره داكشي اللي كاين جرانيت الكاليتي ديال الجرانيت اللي حار ماشي شي حاجه اللي غتلصق وماشي مصبوغ بالجرانيت هذا اصلا جرانيت الا كربتي هكا من الجناب جرانيت مخدومه كامله بالجرانيت تبارك الله كتجينا الفانيلي ديالنا بهذا الشكل تقطعوا على 180 درجه الا بغيتي تخدم سين من هاد ديالك اي حاجه ديالك هنا هادي راه كلشي شوايه مسمن كلشي بالنسبه لك الشاب ديال هذه كنقول لك فورماسيون الا بغيتي اللوبيا الجميله تصوبيها الا بغيتي لي بانكيك الكريب لي كريب بيتزا دجاج كلشي اي حاجه غتهنيكم هذه من حاجه هنا عندك الوقت ديالها غتهنيكم من الفران من الشوايه من الكوكوط هذه بوحدها هذه تسافر بها عندك تقريبا فيها اكثر من 32 غوسه تقدري طيبي فيها اللحم الحوت اللي تشهيتي مدام بيتزا ها انتوما اي حاجه ما شوفوا هكا مسمن كما كنقولوا هذه شامله هذه فيها كلشي لا مازال ما سريناش مازال كنكملوا شوف هذا الكبال عرفتي راه كيف ما دخلت عينيا خرجوا هاد الاله العجيبه شوفوا لا مارك اسمح لي هذه ديال تركيا وكذا لا مارك ارزون 3 سنين ديال الكارانتي تركيا ما يهضم لي في السوق ديال لاتوك لا 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 واعره ثقيلة عرفتي راه يلاه كيف كنقدر نهزها واعرة بهاد لي زاكسيسوار الا بغيتي ديري بيتزا حيت كتبغي بهاد المرات الثياب من الفوق ومن التحت كتجينا بهاد ديالها باش ها انتوما شوف بالنسبة للناس هادي راه بحال الفوق عندك الثياب بالتحت عندك الفوق والتحت عندك الثياب ديال الجميلة ها هو وعندك غير لتحت غير بشويه الا بغيتي شي حاجه ما طيبش بزاف عاد عندنا الكاميرا ديالنا العماله لا كنشفتو هذه واعره ثقيله هذه كنحطوها هكا يعني هذيك قلتي لوبيا عدس مرقه كلشي هي مسدوده وصحيه ما تصب عليك ما والو هي مسدوده ما كتلفش ياسين نطيبوا فيها الدجاج كلشي راه عرفتي غتهنيكم المواعن كاملين هذه ما تغسليش اصلا المواعن ما ديريش ليها غير فورشي باش تغسليها واعره تبارك الله كتخدمي بها هكا الفيتاسات ديالها هذوك ياك هذا عاوتاني راه الناس العشاقه عاوتاني واعره لا واعره لا واعره والله العظيم راه كيما دخلت بانت ليا راه عيني خرجوا فيها واعره شي حاجه يا سلام وتوصيل راه كاين فين ما كنتو توصلكم حتى لباب الدار عندكم كنتي توصل حتى لباب الدار والثمن تكايس دير شي ثمن زوين دابا انا قلت لك 1600 ياك ما عندك ما تنقص عليها هو تستاهل صراحه 1400 صافي اخر ثمن ثمن مزيان الا عندك ما تحيد ثمن مزيان شي انت ربحوا الناس حتى هما يربحوا ويفرحوا الثمن قابل للتفاهم لا قول لي الثمن الاخر الله يسر لك باش الناس تزعم عليها واخا نعطيك الثمن ديال اختي حنان دابا خدي لي بوز الفيديو بما قلبنا على الثمن المهم ما خليك ها انتم عرفتي واخا نوريهم شنو كاين هذه راه نفس لاكام ديال بوش نفس لاكام نفس لاكام لا هي نفس لا مارك لا ميزيناج جرانيت ارجي المهم راه كاين بزاف بالنسبه لهاد الالات كلشي جديد يلاه جابو خويا ياسين من بعد ان شاء الله ندير لكم واحد الجوله هو دابا هو خدام
غيشوف كيفاش هكا ينقصنا في الثمن. بغينا نشوفوا شحال دايره في السوق. يقول نزلتوا علينا. لا لا ما نزيدوش على الناس. شوفوا عرفتي راها اله عجيبه والله العظيم، يعني تنحلف لكم انا ما كرهتهاش. عرفتي فنه، شوفوا ثقيله كي قلت لكم، غتهناو من الفران من الكوكوط من الشوايه، يا سلام كطيبوا فيها كل شيء اخر ما كاين. ياك 1100 درهم الله يعطيك الخير. المهم عطيتك الثمن وكتعطيته الكغالب. الله قلبت بيدي في الثمن، دابا حتى الله جات السلعه داكشي صافي. الله المهم حنا توصيل بالمجان فيما كنتي. بلاتي اسمح لي باش ما نطيحوش في مشكل، فيما كنتي في كازا؟ فيما كنتي حد صغيره اقرب ما حطيت لك قال لي خضر. اه يعني انت من غير كازا؟ من غير كازا، واخا تكون حتى في العيون كاين صحراء فواياج كاين، هذه ماشي شي ارتيكل لك ياك. ها انتم شريطات الدفع قبل السيرم بطبيعة الحال. لا بطبيعة الحال ها انتم، يعني المحل راه موثوق كيف قلت لكم، كاينه الثقه، المحل راه معروف وباين، كاينه لا غارونتي. شحال قلتي لي فيها؟ 3 سنين. 3 سنين ديال لا غارونتي ولا فاكتور ديالكم. الكونسونس ديالها راه 2200 واط. اه ان شاء الله. يعني راه بالزربه. كاين لون واحد اللي ديسبونبل فياك؟ بور لانستون كاين عندنا هذا اللون. اها صراحه زوين، انا هذا اللون كيعجبني. المهم كيف قلت لك ياسين، هادو ترجع لهم مره اخرى، يعني كنخليو هذا الفيديو مخصص. المهم كيف قلت لكم، هاد البانيني كويسور يعني ملتي فونكسيون، راه شي حاجه اللي ما غاديش تندموا عليها، شي حاجه واعره راه. يلاه كيف جات المحل كيف شفتوا، راه باقي حتى الثمن الفينال هكا ما عندوش، ودار لكم ثمن خيالي اللي عجباته. مرحبا بالجميع، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. تحياتي لكم، ومازال ان شاء الله غيكونوا بزاف ديال العروض. حتى الكبير في التلفازه راه كاين دابا متوفر. التلفازه هانتوما هانتوما راها كبيره ما شاء الله. المهم حتى نرجع ان شاء الله الكبار هادي دغيا دغيا، ما نطولوش عليك اختي. اها هانتوما. اه شوفوا التلفاز العملاق، يا سلام شوفوا ما شاء الله. المهم ان شاء الله نعاود ندير لكم فيديو عليه. كيف كتعرفوا المحل راه متنوع، ديال التلفازه الثلاجه الغسالات ديال الاواني ديال الملابس، كل شيء ان شاء الله باثمنه في المتناول. كاين حتى هذوك لي بيسيكلات حتى همايا اللي بغاهم. ان شاء الله درت لكم في فيديو في القناه حتى تدخلوا تشوفوه. شكرا بزاف اخويا ياسين. مرحبا بك فقره عزيزه. الله يبارك فيك، شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم.